فالنهارده علاج الخوف هقول لك حاجه. الانسان بيستخدم حواسه الخمسه، بيبرمجهم في مكان معين في المخ، وبعدين بنسميه الخوف. تعال نفكر في حكايه الخوف. لو مثلا انت عندك فيلم مرعب، ايه اللي بيخوف في الفيلم؟ الصوت ولا الصوره ولا الاثنين؟ لو قلت مثلا الصوت، طلبوا قفلت الصوت، هل الفيلم يبقى بنفس شعور الاحاسيس؟ طبعا لا، لانك غيرت التركيبه بتاعه المحتوى هو الفيلم لازم مرعب. طب لو خدت الصوره وحطيت للناس كلها ودان ارانب، وحطيت لهم ميكي ماوس، انا عارف الحاجات اللي هي مضحكه، وحطيت لهم مزيكه حصبان اللي وراها، ايه اللي يحصل؟ هتبص تلاقي الفيلم يبقى مضحك. ايه السبب؟ فالمحتوى هو لكن غيرت التركيبه. عشان كده لو تغير اي تركيبه بتاع اي تجربه المخ يلفظها في لحظات. عشان كده تقول علاج الخوف اصبح النهارده في منتهى السرعه، علاج الشعور الاحاسيس السلبيه في منتهى السرعه، لان مجرد ما تعرف ان المخ فقط بيفكر باتجاهات، المخ لا يعي العقل اللاواعي، لا يعي الأشياء، يعرف فقط اتجاهات.